جبتلك الخدمات اللي انت هتحتاجها في يومك لحد باب بيتك لو عايز تعرف تفاصيل اكتر خليك معايا لحد اخر الفيديو معاكم احلام عادل سينيور سيلز من شركه ان سي بي جاي النهارده اكلمكم عن مشروعنا الرابع وهو فالنتيا هاب اللوكيشن بتاعي انا في التجمع الخامس في منطقه الاندلس تحديدا انا صور بسور جنب كومباوند يا ريزيدنس كومباوند المخابرات وراي كومباوند القضاء وقصادي الناحيه الثانيه دار مصر الاندلس انا 200 متر بس من كومباوند مفيدا وهايد بارك المنطقه دي فيها كثافة سكانية عالية جداً بس للأسف مفيش خدمات هناك أنا بقى وفرت لك كل الخدمات اللي انت هتحتاجها في يومك من أول المطاعم والكافيهات ومحلات اللبس والجم والصيدلية لحد العيادة اللي انت هتكون محتاج تروحها لو انت تعب أنا المشروع بتاعي مبني على مساحة 6000 متر اتقسمين لثلاث مباني 3 buildings separated اتاتش ببعض بسكليتر عندي هاب 1 هاب 2 هاب 3 ارضي وثلاث ادوار احنا شركه انس بيحي موجودين في السوق العقاري بقالنا ثلاث سنين نفذنا اكتر من مشروع مع الدوله ده غير ان احنا نزلنا باول مشروع لينا وهو في العاصمه الاداريه هو فيرتي بزنس كومبلكس بعد ست شهور نزلنا بتاني مشروع لينا وهو فيو. وبعدها قررنا ان احنا ننزل التجمع باول مشروع سكني ريزيدنشال لينا وهو فالنسيا فالي واخر مشروع لينا نزلنا بيه وهو فالنسيا هاب هو مول تجاري بيسيرف على الكومباوند بيسيرف على المنطقه كلها. شرجاء النجاح اللي بيميزه شركه ان سي بي وهو اللونزي للمعاولات المصريه، شركه كونكريت ديفلوبمنت، شركه جايد ديفلوبمنت، وشركه دار البناء للتشطيبات. ستارت المساحات في فالنتيا هاب بتبدا عندي من 24 متر اب تو اللي انت محتاجه، وستارت الاسعار عندي بتبتدي في الارض المنخفض من اول 4 مليون 800 اب تو 14 مليون، البيمنت عندي بتبتدي من اول 10% upto installment لحد 10 سنين لو عايز تعرف تفاصيل اكتر اتواصل معانا على الارقام اللي ظاهره عندك على الشاشه او من خلال لينك الواتساب الموجود عندك في الديسكريبشن تحت وفريق من افضل الاستشاريين الهندسيين اللي هيكونوا معاك خطوه بخطوه كنت معاكم أحلام عادل من شركه انسي بي